بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. قبائل إيتوسا، احنا خلاونا الآباء والأجداد تاريخ مشترك. إلا قلنا قبائل إيتوسا هي قلنا قبائل الرقيبات، وإلا قلنا قبائل الرقيبات هي قبائل إيتوسا، يعني قبيلة واحدة. بالنسبة هذا التاريخ المشترك. حقيقة احنا نعزو عن نعبر لكم وجاد المصطلح اللي يعبر عن الترحيب بكم. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبيلة توسى مرحبا بكم عند قبيلة الربا، وهذا اللي كابرين بيه بار فينا ولا حبينا بعيد، لأن واحد جات ويتوسى جاش، ودعم يتوسى دعم للرقيبات من قديم الزمن، وهذا قار فينا وكابرين به وزين عندنا. وضريكم ما نحتاج نشكركم، لأن الحال ساكن راسه. السلام عليكم. هذا الكلام اللي قالوا ذي الإخوة كاملين من الشرفاء من قبائل يتوسى، هذا الحمد لله قانئا التعريف، لانه لا يعرف الشخص ده احمد الراقب ولا لا يعرف بالرقيبات اليوم كذب هذه راسه كما بغى يقول انه هو قطهم مقطاب الزمن. تعرفوا جميع القبائل اينما كانت، تعرفوا في المشرق وتعرفوا في المغرب، واحنا معاه في السراء والضراء، وقبائل توسى معاه، والقبائل كامله والصحراء كامله معاه. السلام عليكم ورحمه الله. هنا برقي التضامن مع قبيله الرقيبات لا يرقيها الاستاذ. جينا لقبيلة الرقيبات، جينا لخيمة من خيامة، وعينا على بواتنا يقولوا عن الرقيبات هي الخيمة وإحنا هم الكفر. يتوسى الرقيبات لا شيء واحد، هذا من جانب. وإحنا نعرف عن هذه الآونة الأخيرة عن قبائل الصحراء، توجهت لها مجموعة من الخطط الممنهجة، والممنهجة من جهات اللي ما نعرفين شنو هو هدفها. وإحنا كقبيلة نرفض أن تمتز هوية أي قبيلة من قبائل الصحراء، لأن المغرب نعرفوه مجتمع مركب من مجموعة من المجتمعات، فيه سواسة، فيه رياثة، كلها عنده هويته، كلها من حقه يتشبث بها. وكذلك إحنا هذه الصحراء لا بد أن نتشبث بهويتنا، ولا نسمح لحد يمسها كيفما كان نوعه. لهذا إحنا كقبيلة نضامن تضامن لا مشروط مع قبائل الرقيبات، هذا اللي الحقها ومس رمز من رموزها اللي بعض الاشخاص يقولوا عنهم باحثين اجتماعيين. للاسف البحوث الاجتماعيه اللي عرفنا عن قبيله الرقيبات فيها ضباط فرنسيين، فيها اسبان، فيها تكلمت على الرقيبات ولا جات على ولا قالت لا شيء زين في الشيخ الوالي الصالح، واعطات نسبه واعطات تاريخ امجاده في الصحراء. واحنا كقبيله ندب هذا كامل ولا نقبلوه. وشكرا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا يوم عظيم اللي جاتنا فيه قبائل يتوسى كاملة، وإحنا كابرين ومقدرين هذا المجي الزين اللي إحنا نعتبره مفخرة بالنسبة لنا، وتلاحمكم وتلاحم القبائل كاملة مع الرقيبات في هذا الوقت العصيب
هو ينم عن مدى فخر الغيبات بالقبائل كاملة وقبائل يتوسف بصفة خاصة. هذا النهار احنا ما قد نرحبوا بكم كلتكم اللي احنا وانتم ليجمعنا اكثر من اللي فرقنا، ولا الحمد لله رب العالمين اعظم بلا مفصل، ومرحبا بكم وسهلا. هذا هو اللي نقدر نقول لكم. في الحقيقه ما تلاش قد ينقال من ناحيه هذه القبيله كبيره اللي معروفه ومعروف تاريخ، ولكن في هذه اللحظه اللي انتم جيتونا فيها وعزرتونا فيها هذه مسألة غادي يسجلها التاريخ ليتوسف كما سجل المواقف السابقة. قبل ليتوسف الحمد لله معروف ومعروف تاريخ، وهذا الشيء اللي عدلته اليوم ما هو شيء مسقط عليكم ليتوسف، لا شيء معروف فيكم تجاه قبيلة الغيبات. ومرحبا وسهلا بكم، وراكم في خيمتكم في مكانتكم، وراني مرحب بكم ومرحب بليتوسف ما كان رانا مرحبين بهم، وراه قارفين ذاك اللي عدلته وقارفين ذاك اللي عدلته ملي رانا تبعناه، ذاك اللي عدلته وذاك التنديد اللي عدلته وذيك اللقاءات اللي عدلته تليق قبيلة كقبيلة الرقيبات عدلته شي زين. شكرا والله يمجيكم للرقيبات اللي ما يسافر فيه. علاه؟ لأن هذا زند واحد، قوة واحد، وعادات واحد، وتقاليد واحد. انتم من زلتكم وحد حد عند الرقيبات ذي نسمع من زلت صغيرين وانا فتبارك الله عشت ذيك التراب من عند اساس للزاك للمصدر للمشمس، وهذه العبارات فنتين نعرف المدام. واللي عجبني هو شيء نشر مهرجان اسس وعيطوا لي شيء بيتوس ومشاو بيا الى بيت في نقراس اسس، قالوا لي تعرف تطلع من قيلات رقيبات من مين؟ قلت لهم والله ما نعرف. قالوا لهم معنى هاي المعلومه ما كانت عندي، هم هم اللي قالوها فاس قالوا هذا طلع لي يفتخر من رقيبات ما يقول لي فاس معناها عن هذا ما عاد مش يمشيكم عادي، وقلت مجيكم عادي لأن اللي معروف الباس ما يهم عراه، ومرحبا بلقيلة في حق بلقيلة حتى 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 بلقيلة مرحبا تمداما شور من هوني لا يوم الآخر. السلام عليكم. مرحبا بقبيلة توسع قبيلة الوزن وقبيلة الثغر، ومرحبا بقبيلة العهد المتين، ومرحبا يا غبي تظهر هاي المنطقة صح خير وبركايفها وبركايفها اليوم الرقيبي ويتوسي، وأنا ما نعرف أفرق بين الرقيبي ويتوسي سياني كاملين في الدار وفي المنزل. ومرحبا بكم سهلة، ومرحبا ومرحبا وبلغوا السلام ذاك الباقي حكم ليتوسي راحكم نحسبه معنا اليوم الليلة هذه المنطقة. ونزاك على سيدنا محمد احنا قاعدنا نقوله فاتوا قالوا الاجداد في الاجداد، وحنا لا تابعين من المتبوعين هاي قبائل توسر ما قد حد قاعد مرحب بها ذا المرحب هوصل في كل بلد وفي كل زمان ومرحب بها أفعالها في كل في الأرض كاملة. قبائل توسر حد جاو راه جاش حد عانوها راه عانوش وحد قاعد عانو راه خصو ياسر والله قاع لا نقول لأنا العدل الأجداد تمنى الله يجازيكم ماشيين عليه وإحنا ماشيين عليه والله يوفقنا ومرحبا بكم سهلة والله إن شاء الله نصلنا ونصركم ويرحم والدينا ووالديكم وراكم توسر ما يجد حد يقول كذلكم وهذا عدل فيكم ولانا كذا العدل في قبائل الصحراء كاملة واتركوا أنتم على رؤوسنا على رؤوس قبائل الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا عندي شيء نقوله من قد ترحابي بقبيلتي توسر في هذا المكان ربما يعود زاحل شوي، وبالنسبة لقبيلتي توسر وتأزورها ومواقفها هذه المواقف من زمن الأوس
أو السمى لناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة جدنا اللي انتسبوا له ولان قدمكمون ما هو مرحبا وسهلا ووهلا ومرحبا بكم وقليل حقكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكلام والحديث عن الهوية وعن القبلية وعن قبائل تونس وقبائل الغيبات وقبيلة واحدة وقضية الهوية هي شيء خط أحمر الخط الهوية والعرض شيء لا يمكن التنازل أو لا يمكن المساواة. الحقيقة تاريخ لا يرحم والحمد لله نفتخر بتاريخنا وبهويتنا جنوب الصحراء بصفة عامة، لا نحن كقبائل إيتوسة وقبائل التغريبات أو كقبائل أخرى. نتمنى إن شاء الله أن يكون الصف مرصوصا ونتمنى إن شاء الله أن نكون يدا واحدة فيما يمس هويتنا فيما يمس الهوية. لماذا؟ لأن الإنسان بدون تاريخ لا يعتد به وبالتالي لا يمكن أن أقول شيئا كثير. لماذا؟ لأن الحقيقة هذه الوجوه وهذه اللقاءات هي في الحقيقة تعبير أكثر من القول. جميع القبائل الحمد لله هي تندد بما يمس الهوية. وشكرا للجميع وشكرا لقبيلة الغيبات ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذا الإخاء وهذا المودة وهذا التلاحم مستمر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفاعلا مع ما يعرفه الرأي العام المحلي والوطني في الآونة الأخيرة من حملة مسعورة التي استهدفت الأرض والعرض بمخططات ممنهجة تجاه قبائل الصحراء، كان آخرها عرض فيلم وثائقي في نسب قبائل الشرفاء قيبات، فإن قبائل تونس بجهة الداخل وادي الدهب تعلن الرأي العام ما يعني إدانتها لكل ما يمس هوية وتاريخ قبائل الصحراء، إدانتها المس برموز قبائل الصحراء تضامنها المطلق واللا مشروط مع قبائل الشرفاء القيبات، تندد وبشدة بالمغالطات التاريخية التي تعرض لها العلامة الولي الصالح الشيخ سيد أحمد الراقب. وأخيرا نهيب بكل الغيورين بهذا الوطن التحلي بروح اليقظة والمسؤولية للحس الوطني العالي خدمة الصالح لهذا الوطن. حرر بالداخل في 6 يناير 2023.